في التقرير اللي لاحظناه انه بدأ بمسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افريقيا. كلنا نتذكر حينما تولى مقاليد الامور في مصر اول زياراته كانت لافريقيا والدول الافريقية، وكان عندنا مؤتمرات دولية كبيرة جدا على المستوى الافريقي، عدت الحضور هنا ما يقرب من 56 رئيس دولة افريقية. الملفات اللي اتفتحت في هذا النطاق واحنا تأخرنا كتير فيها على مدى سنوات سابقة كانت أولوية أولى لدى القيادة السياسية لفكرة زي ما قال التقرير انه يكون هناك تنظيم للناتج المحلي القومي على المستوى الافريقي، لازم يكون تنظيم هذه الثروات، لازم يكون هناك امور الحقيقة مشتركة ما بيننا سواء بقى في مجال المعلوماتي والمجال الامني والمجال الاقتصادي، كل دي ارقام وشغل اتعمل من الحكومة المصرية والقيادة السياسية مع افريقيا على مدى العشر سنوات السابقة. نصل لده ايه؟ عندنا اسئلة كتير جدا عن هذا الامر. خلوني ارحب بضيف وضيف حضراتكم، برحب بالدكتور سيد ربيع المتخصص في الدراسات الافريقية والسياسية جامعة القاهرة. اهلا بيك دكتور. اهلا بحضرتك سيد، مع حضرتك وفي البرنامج. اهلا وسهلا يا فندم. يعني في البداية كده احنا بنقول او التقرير اللي معايا بيتكلم على انه مصر الاول افريقيا في اجمالي الناتج المحلي، ماذا يمثل هذا العنوان؟ هو طبعا عنوان مهم جدا، خصوصا لما بتيجي نبص على الدول اللي معانا. يعني احنا بنتكلم ان مصر رقم واحد في اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في بحوالي 398 مليار دولار، وبعدين بيجي بعدين نيجيريا، وبعد كده بيجي جنوب افريقيا، ثم باقي الدول. هم التصنيف كان حوالي 10 دول. صحيح. لكن دلاله الكلام ده مهمه جدا. ليه؟ الاقتصاد النيجيري مهم جدا، وجنوب افريقيا مهم جدا. فلما تيجي مصر الحمد لله تبقى هي رقم واحد، فدي حاجه جميله جدا. تمام. دي رقم واحد. رقم اتنين كمان، جذور الموضوع ده كان في يعني حاجه جيده ليه. ما هو هناخد الكلام كله ليه دلالاته. ايه؟ طب لو جينا السنه اللي فاتت مثلا بصينا على صندوق النقد لما جه حط معايير عشان يقول تصنيفات اقوى الاقتصادات اللي موجوده في افريقيا، استند لحجم الناتج المحلي الاجمالي، واستند الى القوة الشرائيه للدول اللي موجوده. وبعد جمع الاثنين طلعت مصر هي رقم واحد. الصعوبه في الامر ان مصر شانها زي شان دول كتير عانت من بعض الازمات مؤخرا، زي فتره من فترات الارهاب، وبعد كده كورونا بشكل عام اللي تاثر بالعالم كله، لكن قدرت الحمد لله انها تحقق أرقام جيدة جدا وتبقى رقم واحد. لكن دايما السؤال ليه؟ يعني ده هيفيد ازاي المواطن في الشارع؟ ده اللي عايز يعرفه المواطن بشكل بسيط جدا. هل المواطن يكره ان يسمع ان مصر تبقى رقم واحد على المستوى الافريقي؟ لا طبعا. صح؟ طبيعي. لكن رقم اتنين عايز يفهم مدى تأثير ده عليه هو داخل البلد. صحيح. احنا مصر لما جت اشتغلت، ما هي في مدارس، بمعنى ايه؟ عارف حضرتك كده لما تيجي مثلا واحد مثلا بيتكلم مع زوجته، لا احنا عايزين نأمن المستقبل للاولاد، فاحنا دلوقتي نجيب شقه قدام نيجي على نفسنا شويه، ولا لا نهتم بالاكل والشرب دلوقتي؟ هي مدارس. سيبنا من التعبير المجازي ده، تعال نشوف مصر بتعمل مشروعات على مدار يعني مثلا طويله الامد، زي ما بيقولوا، يعني مثلا بعد 30 سنه ممكن تشوف العوائد الراجعه منها. والتركيز العكس، ان يبقى في اهتمام بالمواطن لكن في اولويه بالمشروعات طويله الامد. حلو. السؤال بقى دلوقتي اللي بيسال نفسه المواطن، مش في ارتفاع اسعار؟ طبعا في ارتفاع اسعار، ما احنا كلنا عارفين الكلام ده كله. بس حان الوقت ان احنا بقى ايه، نعكس الامر. يعني نقلل من المشروعات الكبيره في صالح المشروعات اللي هي ايه، اللي هي بسرعه المواطن يقدر يحس بيها، هي بتمس المواطن بشكل مباشر. يعني بس مش نقطع هنا ونقطع هنا. لا، هي بس نعكس ايه، عشان طبعا نراعي شويه حته بقى لنا كام سنه. ده كان تصريح للحقيقه للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان اتكلم على انه هيكون في فعلا بعض المشروعات اللي بينتهوا منها خلاص، وبدايه المشروعات الكبيره اللي هي بدات مع بدايه الحكومه مش هيشتغلوا فيها دلوقتي لانه بيشوفوا بقى الامور التانيه. طيب ده كويس قوي. الناتج المحلي ده هو ما ينتجه الشعب المصري في كافه المجالات الاقتصاديه، مظبوط كده؟ نعم. الناتج المحلي ده لما انا اخد الاول على افريقيا
واحنا عندنا دول في افريقيا قويه جدا عندها ثروات عندها مواد خام غنيه جدا وما الى ذلك. ده يمثل بعوده هذا الناتج المحلي بالحياه الجيده على المواطن المصري. صحيح. هيعرفها ازاي المواطن؟ لا ما هو هيلمسها من لما يجي يتعامل بقى يجي يشتري سلع ويجي يشتري حاجات على ارض الواقع. بالمناسبه الجزئيه دي اسمح لي ان اذكر بشيء مهم جدا. أساس الدولة يعني فكرة نشأة الدولة بشكل عام هي نظرية العقد الاجتماعي اللي هي نتنازل عن بعض الصلاحيات لصالح سلطة ما في إطار أن هي تحمينا، صح كده؟ فإحنا دلوقتي يعني عايزين نتكلم على فكرة تعزيز حماية المواطن في ارتفاع الأسعار اللي موجود دلوقتي. للأسف بعض الإعلاميين ممكن في التلفزيون يقول لك إيه ما ارتفاع الأسعار في أي حتة في العالم ما حدش بيقدر يسيطر عليه، في حاجة اسمها الكلام ده؟ طبعا لا فيش كلام ده، وهي برضو مش عملية مرتبطة. وأي حد بيطلع يقول كده بيهزر. صحيح؟ طبعا. وكمان بس الأمانة الموضوع مش مرمي على فكرة بالبلدي كده، مش مرمي على الدولة وبس، لا ما هو برضو الدولة مش هتيجي كل ورا كل تاجر هتوقف عسكري مثلا بالتعبير لدرجة، لا برضو لازم ثقافة الناس ان في ناس ما تستغلش بقى الوضع. يعني من اللخبطة الأخيرة اللي حصلت وتداركتها الحكومة مؤخرا وحطت الحقيقة بعض المعايير والانضباطية. صحيح. رجعت الثقة تاني ما بين التاجر وما بين المستهلك. ده جزء مهم جدا. أنا عايز أروح لأفريقيا، وأفريقيا دي زي ما بنقول كده هي كنز العالم القادم. صحيح. وإحنا بنشوف صراعات قوية جدا، شايفين الصين فتحت في أكتر من حوالي 15 دولة داخل أفريقيا، فرنسا، إنجلترا، ما زالوا موجودين لأنه زي ما بقول لحضرتك هي البوابة لثروات العالم. صحيح. النهاردة كل التقديرات والملفات اللي فتحتها الدولة المصرية مع أشقائها في أفريقيا شايفها إزاي، والتطور ده حصل فيه إيه، وده هيعود علينا إزاي في زيادة الاقتصاد والناتج المحلي يا دكتور؟ صحيح. هو رقم واحد هي فكرة إنك تحط الدائرة الإفريقية على أولويات السياسة الخارجية المصرية. صحيح. وده اللي عمله طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي أول ما طبعا ما تولى مقاليد الحكم، وبان ده في اول زيارته، وان لم تخني الذاكره كان اول زيارته حتى الجابون الخارجي. فطبعا ده مهم جدا. ليه؟ لان انت شوف افريقيا دايما يقول لك ايه، من قديم الازل وهي بتسير استعمار غربي طبعًا بقى وما الى ذلك، ومع ذلك فيها موارد. حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها فيها موارد كبيره جدا. حتى انا مؤمن جدا بالفن وعلاقته بالسياسه وعلاقته بكل المجالات. لو في افلام نقشه الماس اللي كان موجود في سيراليون، افلام اجنبيه. صحيح. وفي عندك حتى الاحداث اللي بتحصل في السودان دي، ما هي اساسها الذهب اللي موجود في السودان. ودايما يقول لك اي صراع او اي نزاع موجود في اي حته في العالم فهو ورا في ثروه. مش حدش يعمل نزاع كده، لازم يكون في استفاده ما. فطبعا تعزيز العلاقات المصريه الافريقيه حتى لو ان الصبغه تكون سياسيه، ده لا يمنع ان رقم واحد قدامنا هو الاقتصاد. والاقتصاد كل المجالات مرتبطه ببعض، هنشتغل سياسه، هنعمل مؤتمرات وندوات والحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكون حريص دايما ان هو يكون حاضر بنفسه في اغلب هذه القمم والندوات، سواء القمم الداخل افريقيا او القمم الافريقيه الخارجيه زي مع الاتحاد الاوروبي او ما الى ذلك. لكن كل المجالات متداخله مع بعض. ما يميز السياسه الخارجيه المصريه في الفتره الحاليه انك بتشتغل على كل المستويات. يعني مثلا عايز تعالج موضوع زي الارهاب، ما انت بتعالجه بتنميه. صح ولا مش صح؟ صحيح. احنا شفنا التنمية اللي حصلت في سيناء وده كان جزء مهم، وطول عمرها هذه البوابة الشرقية هي مدخل للطامعين على مصر. صحيح. ده جزء مهم. النهاردة بقى فيه تطور، بقى فيه الحقيقة مشروعات تنموية ضخمة جدا، حجم الأنفاق اللي اتبنت هناك، الأراضي الزراعية. نعم. ده كله طبعا صحيح. أنا صحيح. بشارك حضرتك بيؤثر على القضاء على الإرهاب. أهمية إقامة منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا. نعم. وزي ما بنقول دايما كان سلوجان كبير كده، مصر البوابة الرئيسية لأفريقيا أو مصر بوابة أفريقيا. ده قدرنا نستغله لغاية قد إيه وبنسبة كام في المية لغاية دلوقتي يا دكتور؟ طيب إحنا منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية منطقة مهمة جدا. ليه؟ لأن هي بتضم في عضويتها 55 دولة أفريقية، فبالتالي هي أكبر تكتل تجاري موجود في العالم بعد منظمة التجارة العالمية. ده واحد. اتنين، مصر لما كانت ماسكة رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019 ساهمت في تفعيل هذه
المنطقة. المنطقة طبعا خدت مراحل مفاوضات ومراحل تأسيس، بنتكلم من 2012 لحد 2021. هي الفترة اللي دخلت حيز النفس فيها كانت في 2019، لكن الظروف بتاعت الكورونا هي اللي أجلت المسائل دي شوية. لكن منطقة التجارة الحرة القارية هي بتيجي في شكل ايه؟ ما يعرف بالتكامل او الاندماج الاقتصادي. انت عايز تعمل تكامل واندماج اقتصادي على مستوى القاره ككل، حاجه مهمه جدا. بس انت عشان تعمل هذا التكامل لازم تراعي حاجات كتيره جدا. لازم يكون في اراده سياسيه لكل الدول الافريقيه، مش دوله ما، كل الدول الافريقيه. لازم تطور البنيه، خد بال حضرتك من الحته دي، تطور البنيه التحتيه. ما انت هتشتغل بقى تجاره، لازم يكون عندك بنيه تحتيه ايه جيده، صح كده؟ فلذلك مصر مركزه على البنيه التحتيه، اللي هي البنيه التحتيه، الطرق والسكك الحديديه والطيران وما الى ذلك. فبرضو هي في شويه تحديات ممكن تواجه المنطقه دي، باعتبار ان مثلا في ناس انضموا للمنطقه دي الدول يعني، وفي نفس الوقت منضمين لتكتلات تانية اقتصاديه داخل افريقيا، اللي هي مثلا الايكواس والايكاس والسادك، اللي هم تكتلات اقليميه، وانت عندك عضوية اصلا لهذه الدول مع تكتلات اقتصادية برة او في تعاون معها عالمي. هذا تداخل بخوف بعض الناس شوية، لكن بشكل عام هذه المنطقة مهمة جدا، هيبقى فيها طبعا هتعزز التجارة البينية بالذات بين الدول الافريقية، ازالة الحواجز الجمركية، ودي مسألة مهمة جدا. فكرة ان انت يبقى عندك مصر كمان لعبت دور في الملف الاقتصادي الافريقي، يعني نشرت كتير وفتحت كتير من مقرات للبنوك المصرية موجودة هناك لتسهيل اللوجيستكس في النقل الاموال وعودتها، ده جزء مهم جدا. عندنا مشروعات قومية احنا بنيناها بالاتفاق مع دول افريقية، منها سدود ومنها جسور ومنها شركات. عندنا كمان التبادل الثقافي، احنا هنا حتى في التلفزيون المصري عندنا معهد ضخم جدا للدراسات الافريقية الاعلامية، نستقطب كل حقيقة شقائنا الافارقة. فانت طول الوقت الملفات دي شغالة، وده اللي بيعزز قوتك مع الافارقة. مظبوط يا فندم؟ صحيح صحيح. يعني شوف، انا دايما مؤمن انك لو عايز تعيش في سلام، ما يعرف بالسلام الاقتصادي. طول ما انا بعمل مشاريع عند حضرتك وحضرتك بتعمل مشاريع عندي، بنعمل طرق ما بيننا وبين بعض، من الصعب ندخل في صراعات. صح ولا مش صح؟ صحيح. بس على ذكر الارقام والاحصائيات والحاجات اللي مصر ما شاء الله بتعملها مع الدول الافريقيه، احنا عندنا مصر عملت 5 محطات تحليه المياه. مصر عملت حوالي 1000 كهرباء طبعا. صحيح. ومصر عملت حوالي 1000 كمان، في حفرت 1000 بير في عدد من الدول الافريقيه، في 5 سدود في افريقيا، في عدد من الدول الافريقيه منها اوغندا وكينيا وتنزانيا والسودان كمان. ده مهم، لانه زي ما بنقول انه الدول او العلاقات الدول بتقوم على المصالح، صحيح، وليست على العلاقات الشخصيه. مش انا مثلا رئيس فانا مهتم جدا بافريقيا فبقول، انما المصالح هي اللي بتبقى ما بين، وخصوصا المصالح الاقتصاديه. الاقتصاديه صحيح، لان من اسباب نجاح الاتحاد الاوروبي هو قيامه على الجوانب الاقتصاديه بالاساس. منطقة التجارة الحرة والقارية في افريقيا وعلاقتها بالتطور الاقتصادي العالمي، احنا عارفين انه افريقيا هي مصدر مهم جدا للمواد الخام الغير مصنعة، وبالتالي جزء كبير من ثروات هذه البلاد بيسافر بره، يتم تصنيعه ويعاد بيعه تاني بارقام خيالية الحقيقة. وده جزء مهم جدا انتبه ليه الحقيقة السيد الرئيس، وانتبه ليه كتير من رؤساء افريقيا، فما بقوش يفرطوا قوي في المواد الخام بتاعتهم. ده جزء من الأجزاء المهمة جدا. طيب عملنا إيه في الملف ده، وخطة 2036 في التعامل مع الملف الأفريقي؟ جميل. هو طبعا أولا منطقة التجارة الحرة القارية تم إدراجها تبع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، تمام. وطبعا الأجندة لها أهداف، من ضمن هذه الأهداف أهداف اقتصادية. من ضمن الأهداف الاقتصادية هي الجزء اللي حضرتك بتتكلم عليه، يعني مش ممكن يبقى عندك مواد خام وانت قارة ما شاء الله زي أفريقيا وتصدر بره وترجع تاني تستورد الحاجات بأضعاف أضعاف زي ما حضرتك قلت. لكن ما يتعلق بأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 36 63 ماشي. الأجندة حتى سبحان الله، يعني هي طبعا كان لها دوافع لظهورها. ليه؟ لأن هي منظمة الوحدة الإفريقية اللي هي دلوقتي اللي اسمها الاتحاد الأفريقي. منظمة الوحدة الإفريقية دي كانت تم إنشاءها سنة 1963. كويس. فجم بعد 50 سنة في 2013 قال لك عايزين نعمل أجندة تنموية كبيرة نحققها بعد 50 سنة تانيين.
فلما نيجي نحسب 50 سنه تانيين هتبص ليهم 2063 صحيح. فلذلك الاجنده بتشتغل على ما يميز هذه الاجنده هو النهج التصاعدي فيها. يعني اكتر حاجه بتهمني انا كمواطن انه حجم الاقتصاديات دي تتحرك فانا احس بتحسن في معيشتي بس. وبالتالي حجم المشروعات دي يفرق معايا في عودة الناتج المحلي القومي. يا رب يكبر أكتر من كده ونعدي حتى ال 600 مليار، لكن في الآخر تكون الحياة بجد بقت شكلها جيد وتم السيطرة على الأسعار. شكرا جزيلا دكتور سيد، نورتني. بشكر حضراتكم مشاهدينا، بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد. إلى اللقاء.